فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل علي إثم في هذا الأمر؟ وهو أنني قد نويت إن رزقني الله ولدا أن أسميه نوحا، وقد رزقني الله بولد فسميته عبد الرحمن، ثم توفي بعدما مضى عليه 12 سنة. يقول: هل علي إثم في ذلك وهذه النية؟ أعد يقول: هل علي إثم في هذا الأمر؟ وهو أنني قد نويت إن رزقني الله ولدا أن أسميه نوحا، ولما رزقني الله بالولد سميته عبد الرحمن. ما عليك حرج في هذا، أنت مخير، تسميه نوح ولا تسميه عبد الرحمن، ما في بأس، ولا يثم عليك في ذلك، مجرد النية لا يلزمك. نعم. لكن لو حلفت، لو قلت والله إن رزقنا الله ولد لا سميه نوح، الحلف غير النية المجردة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.